السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم ريسلان. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة، أول حلويات العيد اللي كنت صنعتها. حلوة الكروكي بحلة جديدة أو كروكي لاراب. إذا كنتي أول مرة تزوري القناة نتمنى أنك تشتركي وتفعلي الجرس ليعجبها الفيديو. جنب الفيديو هيا ننتقلوا لمقادير الوصفة وطريقة التحضير. نحتاج ربع كيسان تاع فارينة. الكيسان اللي نكيل بهم هما هادو تاع الكيل اللي فيهم عندكم من كاس، ها ما تبانلكمش، يعني اي ما تبانش مليح، ها من الكاس حتى النص كاس ربع كاس، يعني فيهم الكيل فيهم حتى المغارف. درت ربع كيسان، عندي وحده تاع لافاني، وحده تاع خميره سمحوا لي، ثلاثه بيض لافاني، عندي كاس غير ربع تاع زيت ومغرف كبيره زبده راح نديرها مع الزيت، كاس غير ربع سكر، وكاس غير ربع مزيج بين نوات كوكو والجلجلانيه، بين زوج راني محمصتهم. تحبي ديري كاوكاو، تحبي ديري اي نوع تاع مكسرات كيما تحبي، كيما تقدري تستغني عليهم نهائيا. اول حاجه راح نبداو بها هي نكسروا البيض نطلعوه مع السكر، بسم الله، ولا فاني اكيد. راح ندير لافاني، اللي ما عندهاش عندها لافاني ليكيد ولا عندها سكر فانيلا تستعملها، ولا اي نوع من المنكهات تحبيهم. نكسروا البيض، بسم الله، هذه الاولى وهذه الثانيه. هنا في البيوت، في بيوت جميع بيوت باتنا في نهار العيد كامل تلقايهم تقريبا كامل مدايرين الكروكي، وهذا كتغيير، يعني كتغيير في الكروكي نبدلو شويه، خصوصا العباد الكبار ما يحبوش هذا الحلويات المعصرنه، حلويات العصريه ما يحبوهمش، يحبوا حاجه ساك هكا. راح نخلطهم حتى يذوب السكر، بعد ما ذاب لي شويه السكر ماشي شرط يطلع لك، ماهيش مسكوته يعني راهو غير قاطو. راح ندير هذيك الزبده والزيت، بسم الله، نلحهم على ضربه، يعني ما يهمش كيما قلت لك ماهيش مسكوته ولا، ونخلط كلش حتى هذيك الزبده تما تتحل هي والزيت يدخلوا في بعضهم مع المكونات، يعني مع البيض والسكر. بعد ما خلط المكونات يعني سوائل، راح نزيد عليها الجلجلان وحلوه الترك ولا نوات كوكو، نحاول نخلط هكا بالمغرف. هو يعني ماشي شرط تطلعيها بالباتر، تقدري بيدك برك تمحري هكا بيدك حتى تحسي باللي السكر هذاك ذاب والزبده ثاني ذابت بلا ما تستعملي الباتر ولا غير بالفوي. دركا راح نزيد ندير الفريده، راني مغربلتها، بسم الله، لوحي بالتدريج، لوحي بالكاس بالكاس، وانتي تشوفي على حسب نوعيه الفرينه، كاين اللي تشرب كاين اللي ما تشربش. الكاس الرابع ديريه بالتدريج، راح نخلط بلا ما نعجن اكيد، بسم الله، بابا. بعد ما تلمت لي العجينه كيما راكم تشوفوا عجينه طريه نقدر نخدم بها. من جهه درت ورق طهي في بلاطو، راح نجيب لاراك ونجيب قطعه صغيره من العجين، يعني راح نخدم بالقطعه هكا باش نقدر نتحكم في الشكل، ونبدا نرابي العجينه. اذا ما عرفتيش يعني كيفاه ديري الكيل قيس الحبه، احكم اوزنيهم، اوزني الحبه مثال 20 25 غرام على حسب واش بغيتي، لانه راح نلصقوا حبه في حبه، وشكليهم بهذا الشكل هكا كشغل دي سيجار ولا شكل طولي. هزي، سمحوا لي طاحت، نحطها في ورق الطهي هكا ونكمل الباقيه. لازم كامل يطيبوا هكا، يجيو كامل قد بعضهم، ما تكونش حبه اكثر من حبه. هو من الاحسن انك توزني، كي توزني وتربي بالقطعه راح يجيو كامل قد بعضهم. بعد ما شكلتهم كيما راكم تشوفوا هنا، راني غلطت دخلت طيبت بلاطو قبل ما نعت لكم، عاودت شكلتهم، ويعني باش نعت لكم الخطوه هذه لازم ضروريه. كيما راكم تشوفوا بعد ما شكلتهم درتهم تقريبا قد بعضهم، هنا كي بديت نستف قاعده نديرها بيدي
بلا ما نعجنهم وبلا ما نفسد لهم الشكل تاعهم. درك راح ندخلهم للفرن على درجه حراره 180. واذا كان الفرن تاعك يشعل من تحت والفوق شعليه من تحت ومن الفوق، اذا ما يشعلش من تحت ومن الفوق في نفس الوقت شعليه من تحت. كي طيب كي تشوفيهم حمارو زيدي شعلي حمريهم من الفوق. بعد ما طابوا كما راكم تشوفوا حمرتهم، انا حبيت نحمرهم. الكروكي ديما نحبو حمر، يعني اذا بغيتي تيه ما تحمرايش خليه يتحصل غير على اللون ذهبي ويكفي. انا نحب هذا اللون، نحبو يقرمش كي نحب ناكلو. من جهه راني محضره لانوات كوكو اللي حمصتها ودرتها في مع العجينه، خليت منها كميه باش نديرها في الحواف، واكيد المربى. هنا تحبي تلمي بالمربى، تحبي بالنيستلي ولا بال اي نوع شيكولا تحبيها، انت يا حره دائما حسب الذوق تاعك. راح نجيب المربى بدون اي اضافات، ماني راح نخففها ماني راح نلونها، ونحاول ندهن الظهر تاع الحبه ماشي وجهها. نزيد الحبه الاخرى هكا باش تشرب لي هذاك المعجون وتزيد تطرى. انا ما حبيتهاش تطرى، يعني انا حبيتها هكا تكون هاك تكون شويه تقرمش هكا. من بعد نحكم الحواف هكا بالبانسو، حاولي هكا ما تفزديش الحبه، ما توسخيهاش بزاف بالمعجون، يعني غير الجهه اللي راح ديري فيها نوات كوكو، ما تكثريش هكا. ونجيب نوات كوكو ونمشي هكا. من بعد انفضي الحبه تاعك، ها هي كي الحبه. يعني تاع الفطور، تاع فطور الصباح ولا قهوه العشيه. كيما قلت لكم كاين العباد اللي ما يحبوش حلويات الاخرى، نديروا لهم حاجه كيما هكا لا ما نتفكروهمش، نبدلو لهم شويه ديكور. راح نزيد ندير معاكم حبه واحده اخرى نفس الشيء، دائما بالمربى كيما قلت لك. اذا حبيتي ديري نيسلي، انا مانيش من محبين نيسلي. وثاني ماشي شرط ديريهم في زوج، تقدري ديري غير حبه واحده راح تلصق لك عادي. ونلصق الحبه مع الحبه هكا، تشوفوا كيف راهي طريه تكسرت لي. ما تقولوش يجيكم يابسه ولا طريه، نديروا الحواف. راح نكمل حبات كامل ونشوفهم في شكلهم النهائي. هاي ليك الحلوة في شكلها النهائي، الكروكي لاراب في شكله النهائي. ان شاء الله يعجبكم، حلوة بسيطة تاع كل يوم وتاع تحليب. يعني نديروا حساب لي ما ياكلوش الحلويات الاخرى، علاش ديما نحقروهم. نتمنى تعجبكم الوصفة وتكون عجبتكم طريقة تحضير هذا الحلوة، والى اللقاء في فيديوهات جديدة ان شاء الله.